يا بني أقم الصلاة، ليس لك إلا الله، هو العليم وهو القدير وإليه المصير. ماذا تنتظر؟ لا بد من أن تقيم علاقة طيبة معه، لا بد من حسن علاقة مع هذا الخالق العظيم. أقم الصلاة، الأمر كله بيده والمصير إليه، وعلمه مطلق وقدرته مطلقة، وأمرك إليه، بيده ملكوت السماوات والأرض. إذا أقم الصلاة، اتصل معه. يعني أيام حديث عادي، بيد مين الأمر؟ زوره إيه؟ لك قضية عنده، لك قضية بهالدائرة. أخي من الرجل القوي بهالدائرة؟ من بيده التوقيع؟ من الذي يقرر؟ من صاحب القرار؟ فلان. إذا زر فلان. الاستنتاج منطقي، ما دام الله يعلم وقدير وبيده كل شيء، إذا يا بني أقم الصلاة. إياك أن تتجه إلى غيره، إياك أن تنصرف إلى سواه، إياك أن تعلق الآمال على إنسان مثلك. يا بني أقم الصلاة. لماذا قال الله عز وجل يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر؟ يعني لما لم يقل أقم الصلاة وآتي الزكاة وصم رمضان وحج البيت؟ لما جاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد إقامة الصلاة؟ قال لأنك بالصلاة تصلح شأنك، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تصلح غيرك، ولن تستطيع أن تصلح غيرك إلا إذا أصلحت شأنك. إذن أقم الصلاة لإصلاح ذاتك، ثم أمر بالمعروف وانهى عن المنكر لإصلاح غيرك. المؤمن كالوعاء، إذا امتلأ الوعاء لا بد من أن يفيض، فإذا لم يفض معنى ذلك لم يمتلئ بعد. مؤمن عرف الله عز وجل، ذاق طعم قربه، ذاق حلاوة الإيمان، ذاق حلاوة التيسير في الحياة الدنيا، شعر بالأنس ويبقى ساكتان، ما لي وللناس؟ لا، مستحيل. ما دمت قد عرفت الله عز وجل لا بد من أن تذكره كما ذكرك، لا بد من أن تعرف به كما عرفت به، لا بد من أن تهدي الآخرين كما هديت إليه. إذا امتلأ الوعاء لا بد من أن يفيض. أن يفيض الوعاء هذا دليل امتلائه، فإن لم يفيض هذا دليل عدم امتلائه. إذا يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف. كلمة مالي علاقة، كلمة مالي وله، له رب يحاسبه. لا أحب أن أدخل في أشياء تتعبني، دع الناس للناس، هذا كلام إبليس. يجب أن تحاول أن تهدي الآخرين، أهلك، زوجك، أولادك، جيرانك، أقرباءك، زملائك في العمل، إنسان توسمت فيه الخير لأنك مأمور بذلك. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. المعروف هو ما شرعه الله عز وجل من طاعات وأوامر، والمنكر ما نهى الله عنه. المعروف والمنكر هو الشرع الحكيم. لكن ما دام الإنسان مخيرا، وما دام بين الحق والباطل معركة أبدية أزلية قديمة قدم الإنسان مستمرة إلى نهاية الدوران، فلا بد لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من أن يعارض، ومن أن توضع العقبات أمامه. لا بد من أن يحارب، لا بد من أن يتهم، لا بد من أن يكاد له، من أن يكاد له. إذا يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، لأنك إذا واجهت الصعاب، واجهت المشاق، كبرت عند الله عز وجل. الشيء الذي يأتيك بسهولة لا قيمة له، الله عز وجل لا بد من أن يمتحنك، لا بد من أن يمتحن صدقك في طلب الحق، لا بد من أن يمتحن صدقك في طلب الهداية للناس، لا بد من أن يمتحن
مقدار ما تتحمل في سبيل الله. إذا واصبر على ما أصابك، يعني الناس معادن، في معدن لا يتأثر لا بالأحماض ولا بالحرارة، في معادن سريعة التأثر، هذا معدن خسيس. فالناس معادن، من أجل أن يظهر معدنك النفيس لا بد من أن تمتحن بمحك دقيق، فالمحك يكشف ما إذا كان المعدن نفيسا أو خسيسا. إذا واصبر على ما أصابك، ولك في رسول الله أسوة حسنة، لك في أصحابه الكرام أسوة حسنة، لك في العلماء العاملين أسوة حسنة، لأنك إذا تحملت المشاق في سبيل الله شعرت أن الله يحبك، وأن الله راض عنك، وأنك بأعين الله عز وجل. لا ترقى إلا بتحمل المشاق، لكن تأكد أن الله في النهاية سينصرك. لما دخل النبي مكة المكرمة بعد أن خذله أهل الطائف، وبعد أن شبتوا به، وبعد أن كذبوه، وبعد أن سخروا منه، وبعد أن آذوه، وبعد أن أغروا به سفهاءهم، وكان قد خرج من مكة يائسا من هداية أهل مكة، عاد إليها وكأن بعض الناس قد غمزوا ولمزوا، وكان في أدنى درجة من الضعف. إن صح أن يكون للدعوة النبوية خط بياني، الخط البياني وصل إلى الحضيض عقب ذهابه إلى الطائف صلى الله عليه وسلم، حينما شمت به بعض الناس ما زاد عن أن قال: إن الله ناصر نبيه. شو الثقة بالله عز وجل. وأنا أقول لكم، قد يمتحن الإنسان بعض المؤمنين، لكن اصبر واستبشر وتيقن أنك إذا كنت على الحق فالله معك، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. لماذا تتوكل؟ لأنك على الحق، لأن الله مع الحق. الآن ولا تصعر خدك للناس، ما دام الله عز وجل قد أمرك أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، فإذا صعرت خدك ملت خدك كناية عن الكبر والفخر والعجب واحتقار الآخرين. يعني مرض قبيح، مرض شنيع، مرض يصيب بعض الناس، يفخر بنفسه ويعجب بشخصيته وأفكاره ومواقفه، ويرى كل الناس دونه ويحتقر الآخرين. لف الله عز وجل كل هذه المعاني الذميمة بكلمة: ولا تصعر خدك للناس. لا تمل رأسك عجبا وفخرا وكبرا واستعلاء وغطرسة واحتقارا للآخرين. ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني إذا جاءت الدنيا كما تشتهي إياك أن تحملك الدنيا على أن ترقص طربا. لكل شيء إذا ما تم نقصانه، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. وهذه الدار لا تبقي على أحد، ولا يدوم على حال لها شان. ملك قال لي وزيره: قل لي كلمة إن كنت فرحا أحزن بها، وإن كنت حزينا أفرح بها. قال له: كل حال يزول، كل حال يزول، الدنيا تزول. يعني إنسان مرض عضال ثم يموت وينتهي هذا المرض، يزول. زوجة سيئة لا بد من أن تتركها أو أن تتركك، في وقت تصير في فصل. فلما ربنا عز وجل أمر من خلال وصية لقمان الحكيم أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، هذا الآمر بالمعروف وهذا الناهي عن المنكر
لا بد من أن يكون محببا إلى الناس، متواضعا، لطيفا، خافض الجناح لهم، يعيش معهم، يتحسس آلامهم، يعيش مآسيهم، يعيش أفراحهم، يعيش مسراتهم. لا بد من أن تكون مع الناس، لا أن تكون في برج عاجي، أنت في واد والناس في واد. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني لا تستخفك الدنيا، لا تفرح بها، لا تجعلها منتهى آمالك، لا تجعل الدنيا أقصى نوالك. الدنيا مؤقتة، كن كمسافر استظل بظل شجرة، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ولا تصعر خدك للناس، يعني كبرا وعجبا واختيالا واحتقارا. ولا تمشي في الأرض مرحا، أيام بتلاقي شخص يعني نجح في التجارة أو نجح في وظيفته أو نال مركزا حساسا، تجد من حركاته وسكناته وابتساماته وتعليقاته اللاذعة واستعلاء على الآخرين، تجده في مكان لا تتمنى أن تكون مكانه. ماذا حصل له؟ استخفه هذا المنصب، أو استخفه هذا الدخل الكبير، أو استخفته هذه التجارة الواسعة، أو استخفه هذا المنزل الفخم، فجعل يعرض ما عنده على الناس ويستجدي مدحهم وثناءهم. ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال على الناس فخور بنفسه. أحد أصحاب النبي عليهم رضوان الله سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، المرء يعجبه الثوب الحسن، فهل هذا من الكبر؟ قال: لا، الكبر بطر الحق وغمض الناس. بطر الحق أن ترد الحق، أن ترفض الحق، ألا تقبل الحق. هذا كلام الله؟ نعم، دعك من هذا، هذا أمر الله، هذا توجيه النبي، هذه سنة رسول الله. إذا رفضت الحق وجدت نفسك أكبر منه، وجدت أن الحق يقيدك وتحب أن تكون طليقا، بطر الحق أي رد الحق، وغمط بروايتين، وغمط الناس أي احتقارهم. فتعريف الكبر عند النبي عليه الصلاة والسلام رد الحق وغمط الناس. إن الله لا يحب كل مختال فخور. لذلك من علامات آخر الزمان أن قيمة الرجل متاعه. يستمد الإنسان الآن شخصيته من مساحة بيته، من موقع بيته، من أساسه، من نوع ثيابه. لك أجنبي لنبهك، أنت ساكت لنبهك، هي أجنبية البدلها، طيب ما عنده شيء ثاني، لأنه بيستمد مكانته من متاعه، من أساسه، من أذواقه، من رحلاته، من إنفاقه. يقول: أهلكت مالا لبدا، كلفتني هالنزهة كذا ألف، كلفني هالعرس كذا 100 ألف، كلفني هالحفلة هالوليمة. يستمد قيمته من متاعه ومن إنفاقه. نعم. أما المؤمن في عنده شيء ثمين جدا، عنده معرفة الله عز وجل، يحدثك عن الله عز وجل حديثا ممتعا، يستغني به عن حديث الدنيا. لذلك ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا قاموا عن أنتن من جيفة حمار. يعني ألزم نفسك أن يكون لسانك رطبا بذكر الله أينما جلست. ذكر بآية كونية، بآية قرآنية، بموعظة، بحديث شريف، بحكم فقهي، بسيرة صحابي جليل، بسنة نبوية. ذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقد تنقذ إنسانا بكلمة.
ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يعني أنت ذقت مشاعر إنسان ساهم بهداية مخلوق، هالمخلوق أسس أسرة وهذه الأسرة مؤمنة صالحة مستقيمة أنجبت ذرية صالحة، كل هذا الخير في صحيفتك، هل شعرت بهذه المشاعر؟ ابذل جهدا من أجل ذلك. قال واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. القصد هو الاعتدال، لا تمشي في الأرض متطامنا ذليلا خانعا، ولا تمشي مفتخرا مختالا متكبرا. بين أن تكون خانعا وبين أن تكون متعجرفا، واقصد في مشيك، اقصد حد الاعتدال في مشيك، في ركوب مركبتك، في حركاتك، في سكناتك، لا تكن متعجرفا، لا تصعر خدك للناس، ولا تكن ذليلا تسارع إلى تقبيل أرجلهم بلا سبب، لا، واقصد في مشيك، كن بين هذا وذاك، واقصد في مشيك، واغضض من صوتك، لا ترفع صوتك، لأن الصوت المرتفع من دون سبب، من دون مبرر، مذمة بالإنسان، حتى لو دعوت الله عز وجل، إنك لا تدعو أصما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الدعاء من آدابه أن يكون بصوت معتدل، إن الله لا يحب المعتدين في الدعاء. إذن واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يعني الله عز وجل ضرب هذا المثل لئلا ينساق الإنسان وراء صوته الجهوري، وراء حبال صوته المرتفعة، ليصيح بالناس، ليوقع فيهم الخوف أو الفزع أو الاستغراب. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. في مثل آخر ربنا قال عز وجل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. يعني لا تكن علاقتك بكتاب الله عز وجل علاقة حمل من دون فهم، افهم كلام الله، ولا يكون صوتك مرتفعا صياحا صخابا. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن صياحا ولا صخابا ولا فاحشا، كان لين العريكة، كان جم التواضع، كان وافر الأدب، يبدأ الناس بالسلام، ينصرف بكله إلى محدثه صغيرا كان أو كبيرا، يجلس مع العبد والخادم، يقضي حاجة الضعيف والبائس. استوقفته امرأة فوقف معها طويلا تكلمه في حاجتها، قال عدي والله ما هذا بأمر ملك، إنه نبي مرسل. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذه آداب عالية جدا، يعني المؤمن في حركاته وسكناته، في أخلاقه، في مواقفه، في تصرفاته متميز. إياك أن يعرفك الناس من صلاتك فقط، إياك، يجب أن يعرفوك لا من صلاتك فقط، من تعاملك، من حديثك، من لهوك، له بريء، من مزاحك، مزاح لطيف لا يجرح أحدا، من أقوالك، من أفعالك، من إتقان عملك، من حرفتك، من مهنتك، من جيرتك. يجب أن تعرف لا من صلاتك أنك مسلم، يجب أن تعرف من معاملتك. إذا عرفت بمعاملتك أحب الناس صلاتك، أما إذا رأوك تصلي وتسيء إليهم كره الناس صلاتك وكرهوا مع صلاتك دينك ونفرت من الدين، ف
فأنت إما أن تكون داعية وإما أن تكون منفرا. بأخلاقك العالية تجذب الناس إليك، وبالأخلاق الفظة الغليظة تبعد الناس عنك، وإذا بعدوا عنك بعدوا عن دينك وعن صلاتك. أخطر إنسان بالمجتمع الإنسان الذي له مظهر ديني أو هوية دينية أو خلفية دينية أو انتماء ديني ويسيء إلى الناس، هذا أخطر إنسان، لأنه معول يهدم به الدين. وأهل الدنيا يسلطون الأضواء كلها على المؤمن، فإذا تنفس، قال تنفس، إيه تنفس مؤمن يتنفس، فإذا أكل فكيف إذا فعل المنكرات؟ يعني إذا مارس حياته الطبيعية يراقبونه ويحسبون عليه أنفاسه، فكيف لو فعل السيئات؟ يشهرون به ويجعلون من دينه خرافة. أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك. أنت حارس، أنت سفير تمثل هذا الدين، يجب أن يعرفك الناس بالتعامل، بالصدق، بالأمانة، بالتواضع، بالإنصاف. إياك أن تقيس الناس بمقياسين، يعني ما من شيء يعني أقبح منظرا من أن يمشي الإنسان عاريا كما خلقه الله، الإنسان وهو عاري بشع جدا. وليس أقل بشاعة فيما لو استعمل مقياسين في وقت واحد، يعني عامل زوجة ابنته، زوجة ابنه بمقياس، وعامل ابنته بمقياس، هذه ذنبها مغفور ابنته، وزوجة ابنه لا يغفر لها ذنب. أن تقيس موضوعا واحدا بمقياسين، ابنك في المحل التجاري إذا حمل شيئا ثقيلا تصيح به، أخاف على ظهرك يا بني، ضع هذا الحمل، وعندك صانع في سن ابنك، احمل، شاب أنت، ألا تستحي من الله عز وجل أن تعامل ابنك بطريقة وابن الناس بطريقة؟ أأنت مؤمن؟ لا وربي الكعبة. إن لم تعامل الناس جميعا بمقياس واحد، قال أضربه يتيم عندي يا رسول الله أضربه؟ قال له نعم في مقياس، قال له اضربه مما تضرب منه ولدك. إذا فعل ابنك فعلا يستحق الضرب، وفعل هذا اليتيم فعلا مشابها، اضرب هذا اليتيم، لأنه لو فعل ابنك مثل ما فعل لضربته، هذا المقياس. أنت بائع، يأتي إنسان كبير ناضج تحسب له حساب، تعطيه أجود بضاعة بسعر معتدل، تأتي امرأة ضعيفة فقيرة تستغل ضعفها وفقرها وجهالتها، تبيعها أسوأ بضاعة بأعلى سعر، وأنت مؤمن، فإذا أذن المؤذن توجهت إلى المسجد، أهذا هو الدين؟ جاءك طفل صغير فبعته أسوأ بضاعة بأغلى سعر، وجاءك الكبير فحسبت له حسابا؟ ليس هذا هو الإيمان. يجب أن تعرف بمعاملتك، باستقامتك، بطهرك، بتواضعك، بإنصافك، بإعطاء كل ذي حق حقه، حتى يرضى الله عنك، حتى تكون سفيرا لهذا الدين، حتى تكون داعية صادقا له. أنا أقول لك مرة ثالثة ورابعة وخامسة، يمكن أن تكون أكبر داعية في الأرض وأنت ساكت، ولا كلمة، بمعاملتك، بمواقفك المشرفة، بمواقفك الأخلاقية، بمواقفك المنصفة، هذا هو الدين. إنسان يرفع الدين بنظر الناس للسماء، وإنسان يضعه في الوحول، وكلاهما يصلي، هذا في كذبه واحتياله وغشه جعل الدين في الوحل وهو لا يدري، وهذا باستقامته وصدقه جعل الدين في السماء وهو لا يشعر. واقصد في مشيك
واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ أنت المخلوق الأول، أنت المخلوق المكرم، يعني ماذا أقول لك؟ ألست مصدقا أن كل هذه السماوات من أجلك؟ ما موقفك؟ ما رد فعلك؟ ما شعورك تجاه هذا الخالق العظيم؟ مجرة تبعد عنا 16,000,000,000 سنة ضوئية مسخرة لك، الشمس، القمر، الهواء، النبات، الأطيار، الأسماك، أنواع الفواكه والخضروات. قال لي أحد الإخوة الأكارم زار معرض فراشات في بلد أجنبي، قال والله دهشت، عشرات الألوف بل مئات الألوف من أنواع الفراشات ذات الألوان الزاهية التي تحار لها العقول، كلها خلقت من أجلنا كي نمتع بها أبصارنا. عندي كتاب، عند صديقي كتاب 18 مجلدا، كل مجلد يزيد عن 400 صفحة، في كل صفحة صورة لزهرة أساسها من الأبصال فقط، أنواع الأبصال التي تنبت الأزهار. من أجل ماذا؟ من أجل أن نأكلها؟ أن نأكلها؟ لا والله. أساسا يروى أنه إنسان أعطى دابة وردة ليشمها فأكلها، فأكلتها الدابة. طبعا كم نوع من النبات مخلوق من أجل أن تمتع نظرك به فقط، من أجل رائحته. ألم تروا أصوات العصافير لا تكفي؟ أسماك الزينة لمن خلقت هذه؟ أسماك الطعام بحث آخر، أسماك الزينة شيء بحير العقول عند بائع أحواض الأسماك. سمك أسود فاحم، سمك فسفوري، سمك شفاف، سمك صغير، سمك مجنح، سمك بيضوي، أنواع الأسماك، أنواع الأطيار، أنواع البلابل. هذا كله من أجل أن تمتع سمعك وبصرك. ألم تروا أن الله سخر لكم يعني خصيصا لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. هذا الماء الشفاف، لا لون لا طعم لا رائحة، انسيابي، نفوذ، تبخر درجات منخفضة، غليان ثابت. هذا الهواء ما له حجم، الهواء بيننا لكن لا يحجبنا عن بعضنا، لكنه من القوة أنه يحمل طائرة وزنها 350 طن. أين هذا الهواء؟ هذا الهواء الذي بيننا لا يحجبنا عن بعضنا، يحمل طائرة تزن 350 طن. إذن شيء مهم. هذا الماء اللطيف إذا أراد أن يتمدد مجازا، يعني كما قال الله عز وجل يريد أن ينقض فأقامه، هذا الماء إذا أراد أن يتمدد لا يستطيع معدن من أقصى المعادن في الأرض أن يقف في وجهه، بل إن طريقة شق الصخور الآن بثقب في الصخر وإملاء ماء ثم يبرد الماء في الصخر ينشق يتصدع. هذا الماء إذا أراد أن يتمدد أو بفعل البرودة الشديدة لا يمكن لمعدن مهما قسى في الأرض أن يقف في وجهه، لذلك محرك سيارة أحيانا ينشق إذا الماء كان في مادة، في الماء ليس فيه مادة مضادة للتجمد. أنت إذا رحت لفنلندا الحرارة هناك 70 تحت الصفر في الشتاء، أعلى درجة قرأت في البرودة 70 تحت الصفر، فأنت بإمكانك أن تضع ليديك أشياء تقيها البرد، ليديك وأذنيك ورأسك وكل شيء إلا العينين ترى بهما الطريق.
ليس بإمكانك أن تضع فوقهما شيئا تحفظهما من البرد. وفي العين ماء، كيف لا يتجمد ماء العين؟ قال إن الله عز وجل أودع في ماء العين مادة مضادة للتجمد، حتى إذا كنت بلد في برد شديد ما يفقد بصره الإنسان. طيب هذا الماء جاء بمكبس يزن 80 طن، وضعوا متر ماء مكعب وكبسوا 80 طن، ما تمكنت أن تضغط هذا المتر مكعب ولا ميلي، الماء لا ينضغط. أساس الهيدروليك أن السائل لا ينضغط، فبينتقل الحركة من مكان إلى آخر. إذن هذا الماء، هذا الهواء، هذه الأطيار، هذه الأسماك، هذه الأزهار، هذه الأفلاك، البحار، البحر أزرق، النبات أخضر، السماء زرقاء، الأزهار حمراء وصفراء، ما هذا؟ قال ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.